السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه. كنتمنى يلقاكم في احسن الاحوال وتكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غادي نشارك معكم جوله في بيم لعروض يوم الجمعه 27 شتنبر. غادي نشوفوا الميزات اللي كاينين والاثمنه ديالهم. وفي اخر الفيديو غادي نشارك معكم مشترياتي من بيم الاخيره اللي خديت مؤخرا من بيم مع الاثمنه ديالهم كذلك. وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. ودابا غادي نشارك معكم شنو خديت من بيم مؤخرا في هاد الاسابيع الاخيره. خديت هاد القريعه ديال العسل كتجي على هاد الشكل، فيها هادي باش كيتهز العسل.
والغطا ديالها الشكل ديالها زوين، كتبان بحال الا جاج ولكن هي بلاستيك. المنظر ديالها زوين، ب13 درهم، كانت ب13 درهم. وخديت هاد لابواط ديال الجاج، عندها هاد الغطا، هذا البلاستيك ديالو صحي وفيه هاد السيليكون هنايا باش كتسد مزيان. وهنايا لابواط ديال الجاج، هاد لامارك ديالها امبيريال، زوينه هكا للثلاجه الا بقات شي حاجه في الماكله. والثمن ديالها كان 25 درهم. واليوم خديت هاد الدواز بليابل، خديت منه جوج، كيتحل بحال هكا وكيتطوى زوين. والثمن ديالو 6 دراهم و90، يعني نقولوا 7 دراهم، 7 دراهم الواحد. عجبوني، كان في البيض ما لقيتش البيض، وكان في الصفر ما لقيتوش حتى هو، خديت هذا اللون هذا بلوسيال. مهم زوين. وفي العروض ديال العيد الكبير خديت هذه البرمه، كانت خاصاني برمه، وخديت هذه لا مارك ديالها فيفالدي. عندي براد ديال هاد لا مارك فيفالدي وصدق زوين، داكشي علاش زعمت ناخذ البرمه. البرمه كتجي على هذا الشكل، زوينه وإينوكس ديالها ثقيل، وكيجي فيها الكسكاس. والغطا، الغطا كله إينوكس على هذا الشكل. وهذا هو الشكل ديال الكسكاس من الداخل، زوينه بزاف. ماما خدات منها في العيد الكبير نيت، عجبتها ديالي وجبت ليها واحده اخرى بحالها، طيبات فيها وقالت لي زوينه وما كتلصقش ما كتحرقش. انا مازال ما طيبتش فيها صراحه، قلت حتى نشاركها معكم. زوينه بزاف، والثمن ديالها كان 220 درهم. صافي، كانوا هادو هما المشتريات اللي شريت من العيد الكبير لهنايا، يعني كناخذ غير داكشي اللي محتاجه ليه، ما كنبقاش اي حاجه جابها بيم، واخا تكون عاجباني الا ما محتاجاش ليها ما كناخذهاش، كناخذ غير داكشي اللي محتاجه ليه. كنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم، والى اللقاء في فيديو جديد وافكار جديده ان شاء الله.